الملك الامير عبد الرحمن بمساعد رئيس مجلس اداره نادي الهلال. مساء الخير سمو الامير. سمو الامير مساء الخير. الو سمو الامير. الو سمو الامير تسمعني؟ الو طيب شباب حلوا لنا مشكله الاتصال لو سمحتوا. تسمعني يا تركي؟ انا اسمعك سمو الامير، تسمعني انت؟ اسمعك. مساك الله بالخير. مساك الله بالنور، اولا الحمد لله على السلامه. الله يسلمك ويحفظك. قبل الحلقه يعني احد الجماهير الهلاليه يعني تحدثت معنا وراح تكون معنا انت في البرنامج في مداخله هاتفيه وتحدث الجمهور الهلال، طلب مني اني اسالك سؤال، ايهما الهلال الحقيقي؟ الهلال الذي خسر امام الشباب ام الهلال الذي ضرب اليوم بالاربعه امام الاهلي؟ رئيس الهلال يذهب الى اي هلال اكثر؟ لا هذا ولا ذاك، الهلال اللي بعد الجوله التاسعه ان شاء الله بتشوفونه. يعني انا اقول انا لو كنت ادري ان ابو يزيد معكم اليوم كان ما دخلت، لكن هو كفي وموفي. ولكن اللي ابغى اقوله يمكن قال ابو يزيد، اخترنا الاعلامي واحد الحقيقه ويعني متفقين عليه من الاول، انه لن تجعل هذه يعني الفوز هذا لن يجعلنا نستعجل. احنا نكرر نفس الكلام اللي قلته بعد خساره الشباب وكرره بعد فوزنا على الاهلي وتقديمنا على هالمستوى. لازلنا ينقصنا الكثير، نحتاج ان احنا يكون بيننا انسجام اكثر بعوده المصابين ان شاء الله، بعوده اللاعبين لياقتهم الكامله وجاهزيتهم مثل ايمان وعبد العزيز الدوسري ونواف العابد وعوده هرماش مع الموجودين حاليا مع التاقلم مع الجهاز التدريبي. اعتقد من الامور ان شاء الله بمشيئه الواحد الاحد وبدعم جمهورنا وبصبره علينا حتكون افضل وسنحقق ان شاء الله ما نصبه اليه جميعا. انا قلت سابقا السنه اللي فاتت برغم ان احنا حققنا الدوري من غير ولا هزيمه ان انا ماني راضي على المستوى. وعملنا تغييرات كثير عشان يكون المستوى احسن، التغيير الكبير هذا يستلزم الصبر لكي يؤتي اكله ويؤتي ثماره، فمن هالمنطلق لن تجعلنا نتيجه اليوم يعني نعطيها اكثر مما تستحق، لا زال امامنا عمل كبير نعمله ولا زلنا نطالب جمهورنا بالصبر، وان شاء الله رب العالمين اذا صبروا علينا واذا صار الانسجام اكثر واذا اشتغلنا كلنا وعملنا كمنظومه واحده النتائج ستكون مفرحه لكل الهلاليين. طيب سمو الامير جاتني رسائل انه انت اعلنت قبل قليل عبر برنامج الملعب عن امور استجدت في موضوع اللاعب محمد الدعية. والله انا في البيت الان مشرفني الاخ الامير عبد الله وعندي اسامه عوزاوي كمان. موضوع حفل الدعية ان شاء الله في الغالب ليفربول ولا لا يا ابو عبد الرحمن؟ ليفربول ان شاء الله، يعني ليفربول ان شاء الله في يناير. ما حدد التاريخ. بس ما وقعنا الاتفاقية ولكن إلى حد كبير إن شاء الله في يناير. مع ليفربول الإنجليزي إن شاء الله. طيب أسامة هوساوي؟ أسامة لسه الحين بطاق أنا وياه بعد شوي. سندخل في عراك الآن وستعلمون النتائج. الأمير عبد الرحمن بن ساحد رئيس مجلس إدارة نادي الهلال شكرا.